من جديد، وايضا احنا اليوم استضافه الكوافير مازن السوري بشارما بيوتي سنتر. فصل الصيف دائما هذا الفصل الحار، خصوصا عندنا احنا بالعراق، عاده ما ست البيت او البنيه تكون مستعجله مسويه حمام وطالعه على السريع، ومنحت دائما يكون الشعر نازل على الركبه بسبب الحر. لهذا اليوم حنختار تسريحه معينه سريعه جدا تدفع بفصل الصيف. طبعا مازن اني كوافيري هو الخاص اللي ما اقدر اني اغيره، لهذا حبيت انه اني ايضا اجرب هذه التجربه، بما انه شعري قصير اذا رفعته حيكون منظره ما حلو، وما احب انزله بالحر خاصه بالنهار. فمازن صباح الخير عليك. صباح النور، يعني فيك اليوم شو راح تسوي لي مازن؟ رفعه. هلا نحن نعمل رفعه للشعر، نضب الشعر مشان ستات البيوت ما تروح على الصالونات، طبعا فتره العيد بيكون في عجقه بالصالونات وكل شيء، بيكون هي بالبيت يعني بيكون هي سريعه. حلو. نحن اكثر شيء نحن رح نضب الشعر نربطه كلياته ما نخلي، بس نحن من السشوار للغره نحن ما بنخلي شيء، يعني هو يعني الوش اكثر شيء ما يبين فيه غير الغره. بالضبط، احنا بالصيف دائما بنحب بس الغره، نحن بنربط الشعر كلياته بطاطا صغيره، بنحاول انه كل الشعر يكون مربوط ونكون تقريبا نوعا ما رطب او ناشف؟ لا ما هو ناشف احسن يعني، بس هو بيكون يعني مهدم. نجيب ستيكين نربط الشعر كلياته. مازن هذه التسريحه اللي احنا حنسويها تنفع للنهار فقط ولا نهار وليل؟ هلا بتصير بالليل كمان، بس طبعا بالليل بيكون في لها ترتيب اكثر شوي، لانه بالنهار يعني شغله سريعه كثير، يعني عندها مشوار ست البيت بدها تروح، عندها زياره، جاها ضيوف بالبيت. حلو. مهم انه بيكون الشعر مرتب، يعني بالضبط. ايه ما بدنا اي شيء، حتى السبراي ما تستعمل كثير، حتى السبراي بيأذي الشعر كثير يعني خاصة بالصيف. طبعا لانه يعني مواد السبراي هي مواد كيماوية، ما تفكر ست البيت انه والله حطت سبراي على شعر، الشعر السبراي بنشف الشعر. نحن بنحط حشوة للشعر. نستخدم هذه، احنا بنشوفها هي تنباع بالمحلات. بالمحلات هي بتنباع، وشغلتها بسيطة كثير، دبوسين بتنحط. بنغطي الشعر فيها. يعني صار مثل عندنا شعر سميك، يعني ما بين ست البيت انه شعره قصير او يعني ما بصير. ونفخه منه بتعمل نفخه هي للشعر، ومنه تغطى الشعر كلياته وما تاثر عليه ابنه. وهي طبعا يكون عندها هي اكستنشنز، في حتى بالسوق كمان في قراصات صايره مثل حشوه، يعني بتحطها اذا ما عندها هي منه بتستعملها مثلا من تضب شعرها فيه، هي صايره كمان مثل موديل، يعني بتقدر تحطهم ست البيت لحالها. هلا نحن عندنا هون معت اي شيء، بنحط لنا دبوسين بس مشان الماكينه حتى اذا تحركت تشد الشعره ما يبين انه تو على الاكستيشن، وما حدا يشوفها انه حاطه اكستيشن، ما يعني ما تبين انه محطوط فيه. طبعا لازم الاكستيشن يكون لون الشعر. طبعا اكيد، لانه طبعا لازم يكون لون الشعر. هو في كمان بتقدر، في شغلات تقدر تنزلها بالسوق، في شغلات كثير نازله هلا بالسوق الوان اكستيشنات وخصل ملونه تقدر تلعب فيها دور هي الشغله. بس شعر صناعي؟ طبعا شعر صناعي. هذا الاكستنشن الصناعي مازن قابل لانه احنا نغسله ونستشوره؟ ما بيتحمل، لا بينتزع، لانه هو بالاصل هو نايلون، لا بيتحمل حراره ولا بيتحمل اي شيء. نحن هلا هون احنا ثبتنا، هلا ثبتنا حشوه الشعر، عندنا اكستيشن شغلتها بسيطه، في لها قراصات هي داخليه دغري بنحطها من هون من جوا هيك. اذا تبدا تحطها من بالنص والحشوه تحت منها جوا. حلو، ما في شغلتها بسيطه كثير سهله. نكمش شويه شعر بس من هون، نعمل له شويه تنفيش مشان يغطي محل الحشوه، ما ضروري كل شيء نحط له سبراي. نكمش الشعر بنلفها داير الحشوه من قدام من هون، ماشي صغيره بسيطه، صار موديل شعر، صار موديل حتى ينطلع فيها تصور. يعني هلا هي بتقدر تساوي كذا موديل، هلا مثلا نحن هون ايه هلا صار هو هيك موديل الشعر مرتب ما في اي شيء، شايفين ثواني صار ما في اي شيء، يعني شغلته بسيطه كثير. نحن الغره بس بنعمل لها تمشيطه شوي، بنعمل لها هيك، هدول اذا ضايقوها بتقدر تعملهم هيك في اذنها بين الوش كلياته، يعني حسب ما بدها، حسب وضع الوش كمان، يعني اذا بيلبق لها
شايفين تسريحه بسيطه وشغلتها بثواني. هلا كمان بنقدر كمان حتى ست البيت اذا عندها وصله مثل هيك ستيشن بتقدر تكمش الوصله تبيتها من قبل بيوم، تعمل لها جدله ناعمه او عده جدلات، بصير مثل عملية بس تفكها وقدها تركبها تفكها بصير مثل ويفي. طبعاً إذا كان الإكستيشن طبيعي. طبعاً طبيعي، طبيعي. مثلاً نحن عطينا الإكستيشن هاي، بس أنا بحابب أعمل مثلاً غير ما بدي شعري مفروض كلياته. نفس الشعر اللي هي بقدر أعمل لها هيك شغلتها بسيطة صارت موديل سهرة. يعني صار مثل موديل تسريحة سهرة وما اكسسوارات الماسات شوي بصير موديل سهرة وشغلته بسيطة. اهم شيء يكون نوعية الشعر يكون مناسب لنفس اللون. نحن هاي شغلتنا بسيطة كثير وهي اسهل طريقة يعني وحدة انه واسرع شيء. يعني مثل هيك موديل بتحط مبلغ كبير بالصالون وهي بتكون عندها هالشيء. يعني شغلة بسيطة كثير وحلو. حلو جدا مازن، عاشت ايدك، شيء جميل. تسلمين يا رب. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، اتمنى عجبتكم تسريحتنا لهذا اليوم، ودائما اكيد حنكون متواجدين بشام بيوتي سنتر، خليكم متابعينا والى اللقاء. شكرا.